اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، نرصد فيه اهم ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والاجنبيه، ونبدا مع اهم العناوين. نقرا في موقع الهيئات: حملات دهم وتفتيش واعتقالات للمدنيين شمالي بغداد. وفي المدى: مرشحو ذي قار وميسان يخشون العزوف عن المشاركه في الانتخابات. نشر في موقع كتابات: متهمون بالفساد والإرهاب، القضاء العراقي يدرس استبعاد 10 المرشحين من الانتخابات. ونطالع في الجزيرة: نت البيت الأبيض ينفي نية ترامب، قالت المحقق مولر. نتصفح في العربي الجديد: مقتل صالح الصماد رئيس سلطة الحوثيين وزعيم الجناح القبلي بالجماعة. ونقرأ في القدس العربي: لافروف: أمريكا ليست لديها نية لمغادرة سوريا. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الحياة: صداقة ترامب وماكرون ليست ضمانة لتسوية الخلافات. أهلا بكم. هل من متغيرات في صناعة الحاكم الجديد في العراق؟ بهذا العنوان بدأ الكاتب ماجد السامرائي مقالته في صحيفة العرب اللندنية، مضيفا: لابد أن يلبي رئيس الوزراء المنتظر جميع المتطلبات الإيرانية، خصوصا أن لديها مشروعا لعسكرة الوضع العراقي بقيام مؤسسة عسكرية عقائدية جديدة على غرار الحرس الثوري الإيراني. لا شك أن سياسة الحاكم الجديدة ستكون ذات تأثير بالغ. وأمام هذا الكم الهائل من المرشحين العراقيين، ستتم الفلترة في الجانب العربي لذات الوجوه نور المالكي وحيدر العبادي وهادي العامري وإياد علاوي بأصوات متقاربة لن تتجاوز 40 مقعد لكل منهم عند خط الشروع، قبل لعبة جمع شتات الأصوات. ويبدأ الشغل الحقيقي من قبل أمريكا وإيران لصناعة الحاكم الجديد، مع توقع بألا تعاد صيغة التوافق المعتادة. وهذا ما دفع بعض أصوات السياسيين الشيعة المؤيدين للمالكي للترويج لصيغة الأغلبية السياسية من جهة، ولدعوة الولايات المتحدة إلى رفع يدها عن الملف الانتخابي من جهة أخرى. وكان المطلوب هو انفراد إيران بالنفوذ داخل العراق، في حين أن الولايات المتحدة صرفت المليارات عسكريا ومدنيا في الحرب على تنظيم الدولة لتحقيق نتائج الوضع الحالي. لكنها في ظل سياسة الرئيس دونالد ترامب لا تريد بذل المزيد من الدعم المادي بلا مردود، ولابد أن تفي حكومة بغداد الحالية والمقبلة بمتطلبات خروج العراق من الدولة الفاشلة. لا شك أن سياسة الحاكم الجديدة ستكون ذات تأثير بالغ للتلاؤم مع تطورات الأوضاع المنتظرة في المنطقة واحتمالات تأزم العلاقات الأمريكية الإيرانية في ضوء تداعيات الملف النووي الإيراني. ولا يوجد رفض واعتراض من جميع القوى الإقليمية العربية وأمريكا بأن يخرج هذا الحاكم المنتظر من البيت الشيعي، لكن أي حاكم هذا؟ هل هو ذلك المتشدد المجرب لثماني سنوات نور المالكي؟ أم حيدر العبادي الذي يحاول تأكيد مسار الوسطية والاعتدال والتوازن بين إيران وأمريكا؟ أم ذلك الرمز لمسار جديد أكثر تشددا وانحيازا لإيران؟ هادي العامري. على حسين الكاتب يقول: على حسين في مقال بصحيفة المدى: منذ بداية كتابتي حاولت مثل أي مواطن عادي أن أفهم كيف يفكر السياسي العراقي، لكنني عجزت. أحيانا نسمع كلاما منمقا عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد، ثم راحت هذه الوعود تتناثر، ولم أعد أفهم لماذا يصر النائب العراقي على الاحتفاظ بجواز سفر دولة أخرى، ولا لماذا لا تعيش عوائل المسؤولين في العراق. ثم رأينا قادة البلاد يتوزعون على دول الجوار ما بين طهران وأنقرة والرياض والدوحة ودمشق. طوال الفترة الماضية كان أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة يزيدون ويعيدون في حكاية حب الوطن، والتي رسخها قبل 14 عاماً المتقاعد الأبدي غازي الياور، الذي وافق أن يستبدل الرئاسة
براتب ملياري ووزيرة متقاعدة وسكن في دبي. لا أعرف، ربما لجهل مستمر، معنى أن يكون وزير أو رئيس وزراء أو عضو برلمان أو رئيس جمهورية مواطناً لدولة أخرى يحمل جواز سفرها يتباهى فيه في مطارات العالم. كما لا أستوعب أن يحصل مواطن كندي مثل خضير الخزاعي أو هولندي مثل صلاح عبد الرزاق أو دنماركي مثل علي العلاق أو بريطاني مثل فايق الشيخ علي على تقاعد مجز ومخصصات وهو لا يحترم الجنسية العراقية. وفي أي من البلدان سمعنا أو قرأنا أن رئيس الجمهورية يسكن في بلد آخر ويتمنى أن يقضي بقية حياته فيه؟ ولعلكم تتذكرون حكاية المستر بيكر مربيعي، وقد كتبت هنا قبل أكثر من عام عن واحدة من مفاجآته المثيرة حين اكتشفنا أن مستشار أمننا الوطني يحمل جواز سفر بريطانيا باسم بيكر مور. إننا أمام عملية فساد منظمة أبطالها يستغلون مناصبهم في الاستيلاء على رواتب تقاعدية ومخصصات وامتيازات ليتمتعون بها هم وعوائلهم في بلدان أخرى. وكان حرياً برئيس الجمهورية أن يسارع هو إلى التخلي عن جنسيته، بل كان عليه أن يعلن للرأي العام استقالة أي مسؤول لا يريد التخلي عن جنسيته الأخرى. ولو نجح في هذا الاختبار كنت سأخرج إلى الشارع على رأس تظاهرة تطالب باستمراره رئيساً للجمهورية لدورة قادمة. أيها السادة، عندما يستسهل المسؤول الكبير اعلموا جيداً الضحك على مواطنيه ونهب المال العام يصبح كل شيء آخر بسيطاً أو مبسطاً، كالسطو على المال العام وبث الفساد في مؤسسات الدولة والإنصات لأحاديث حمد الموسوي عن النزعة. دويلات المدن عادت من جديد وبمسميات جديدة، أقاليم، فيدرالية الجنوب، فيدرالية الوسط والجنوب، وتنوعت المسميات وكلها تحمل بذور الانفصال، انفصال الأمة العراقية. الأمة العراقية ليست ضد وضع ديمقراطي يحقق لشعبها المساواة وتكافؤ الفرص، ولكنها ضد تقسيم وطنها وانتمائها. وبحسب الكاتب كريم وحيد في مقال له بصحيفة الزمان، فإننا أمام مشروع مؤامرة دولية لتقسيم العراق للوصول إلى هدف تمزيقه وتقاسم ثرواته من خلال مشاريع مدروسة بدقة تبدأ بفصل مصالح المحافظات عن بعضها البعض، وجعل العلاقة فيما بينها علاقة تنافس تناحري وتحطيم المشاريع المشتركة التي تمثل العراق لإفراغ محتواه وإضعافه تدريجيا لإنهاء وجوده ومحوه من الخارطة. وبالرغم من وضوح مواد الدستور العراقي في الباب الرابع صلاحيات الحكومة الاتحادية، تم تقديم مشروع الحرس الوطني الذي يمثل جويشات محافظات ليكون مثالاً مصغراً لجيش محاصصة طائفي غير واضح الأهداف، وتناقض وجوده مع المادة 109 من الدستور العراقي. واندلعت أيضاً أزمات المياه بين المحافظات الجنوبية، وصلت إلى إشار السلاح وإعلان حرب العشائر على مجالس المحافظات، وتهديد مزارعي المحافظات الواقعة على نهري دجلة والفرات بأسبقية جغرافية لتجاوزها على حصص المحافظات التالية لها، ما استدعى الدعوة إلى رئيس الوزراء لإرسال قوة عسكرية لحل الأزمة في محافظة المثنى وأخرى تمت فيه مهاجمة بيت المحافظ في الناصرية ومحافظة ميسان في حالة نزاع مع الكوت، ومحافظة المثنى مع القادسية، وكذلك الحال مع محافظة بابل والبصرة على حالها ترقد في العطش بغياب المياه العذبة. وإيران مستمرة بقطع دابر أنهارها وتمنعها من عبور الحدود الإيرانية إلى داخل مسارها الطبيعي، رغم أنهم يسمحون لمياه البزل المالحة بغزو أراضيه. ويضيف الكاتب، باتت المحافظات تتصرف كدول في نزاعات المياه للاستخدامات الزراعية أو للاستخدامات المنزلية. إن الثروات العراق هي لكل أبنائه، وإن الثروة الحقيقية هي العراق كله برمته. مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجري في 12 من مايو آيار المقبل، أعاد برلمانيون وسياسيون عراقيون فتح ملف المعتقلين في السجون العراقية والمختطفين الذين لم يعرف مصيرهم على الرغم من مرور سنوات على اختفائهم، بحسب تقرير للكاتب براء الشمري في صحيفة العرب الجديد.
يشار إلى أن المعارك التي خاضتها القوات العراقية وميليشيا الحشد الشعبي ضد تنظيم داعش لمحافظة الأنبار غربي العراق عامي 2015 و2016 تسببت بقيام الميليشيا باختطاف وتغييب آلاف المدنيين الذين فروا من المعارك في الفلوجة والصقلاوية ومناطق أخرى بالأنبار. بحسب برلمانيين عراقيين أكدوا أن نحو 3000 مختطف ما زالوا معتقلين في سجن كبير يديره الحشد الشعبي في بلدة شرف الصخر. وعبر عضو تحالف القوى محمد عبد الله عن أمله في أن تسهم المطالبات الحالية في التوصل إلى حل حقيقي بشأن مسألة المعتقلين والمختطفين، موضحا للعرب الجديد أن مئات الأسر العراقية بانتظار الكشف عن مصير أبنائها الذين لا ذنب لهم سوى أنهم فروا من مناطق القتال. وتضيف الصحيفة نقلا عن مسؤولين أن المعتقلين يمثلون قضية كبيرة تحتاج إلى رجال لمتابعتها، وكان ينتظر من زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الأنبار الكشف عن مصير المعتقلين والمخطوفين، فالمرحلة المقبلة لا يمكن أن تكون مستقرة ما لم تحل جميع الأزمات ومنها أزمة المعتقلين والمغيبين والنازحين الذين لم يعد كثير منهم إلى غاية الآن. بالرغم من أن الدوافع الرئيسية لتقديم موعد الانتخابات هي دوافع داخلية، فإن ذلك لا يعني أن العوامل الخارجية كانت خارج الحسابات الكلية لحزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان. وكما شرح الرئيس التركي في المؤتمر الصحفي قبل بضعة أيام، فقد بات من الضروري لتركيا تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن. الضغوط الاقتصادية والاستقطاب السياسي بالإضافة إلى وضعية البطة العرجاء كما يصف الكاتب لا تترك آثارها على الوضع الداخلي فقط، وإنما تحمل معها كذلك انعكاسات كبيرة على سياسة تركيا الخارجية بحسب ما يرى الكاتب علي حسين باكير في مقال بصحيفة العرب القطرية عن الانتخابات التركية المبكرة. تعي أنقرة أنها إذا كانت تريد أن تبقى على طاولة المفاوضات مع القوى الكبرى فإن قواتها المسلحة يجب أن تبقى في المسارح الإقليمية قدر المستطاع. مثل هذا الجهد يحتاج إلى اقتصاد قوي وإلى وضع سياسي داخلي متماسك وإلى سياسة خارجية قادرة على امتصاص الصدمات، حتى الرد إن تطلب الأمر ذلك. الانتظار حتى نوفمبر 2019 ما كان ليخدم هذه الأهداف بتاتا، لا سيما مع أخذ الجانب التركي بالحسبان ضرورة استمرار العمليات العسكرية التركية في سوريا والعراق على المدى المنظور. من الناحية السياسية فإن العلاقة مع القوى الكبرى في وضع جيوبوليتيكي معقد ومتداخل يغلب عليه الطابع التنافسي والصدامي تحتاج إلى حسابات خاصة لا يمكن لها أن تسود، فيما لو أن الوضع الداخلي التركي ضعيف أو غير متماسك أو تشوبه حالة من الضبابية. ويضيف الكاتب أن التوتر سيزداد بين تركيا وأمريكا في المرحلة المقبلة. لقد كان أمام صانع القرار التركي في هذه الحالة خياران، إما الانتظار حتى 2019 مع تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية على الحكومة في العام الأخير المتبقي، الأمر الذي يقيد رئيس الجمهورية ويخلص من خياراته وقد يضطره للتنازل أمام الولايات المتحدة، وإما تقديم موعد الانتخابات لقطع الطريق على هذا السيناريو المحتمل ولإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في وقت تكون فيه التوجهات الجديدة لوزير الخارجية الأمريكي وكذلك مستشار الأمن القومي قد اتضحت تماما، وهذا ما تسعى إليه الحكومة من خلال الانتخابات المبكرة في البلاد. مقاومة التغلغل الإيراني هو عنوان مقال للكاتب حمد الماجد نشرته صحيفة الشرق الأوسط، حيث جاء فيه إن الضجر من التغلغل الإيراني في مناطق الشرق الأوسط وتمدد هذا النظام الدموي عسكريا وسياسيا وأيديولوجيا بلغ منتهى، والعالم كله مطالب بالوقوف ضد هذا التغلغل الذي قاد إلى عدم استقرار المنطقة برمتها وأشعل فتيل الطائفية فيها. يجب العمل على تقليص نفوذ الخمينية وقصقصة أذرعتها وخلخلة تحالفاتها التي بنتها ودعمتها خلال 30 عاما الماضية. هذا يتطلب من دول المنطقة ضرورة مراجعة استراتيجيات الصراع مع غول الخمينية الخطر. وأقوى ما يمكن أن تواجه به الخمينية المعتدية هو في ترتيب الخصومات، فمن خلال سبر حركة النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط سنجد أنها تتسلل مستغلة الخصومات والخلافات الجانبية،
فستستفرد بهذا أو ذاك وتجعله معبراً لنفوذها وجسراً لطلائع غزاتها. إذن متغيرات المرحلة تتطلب اتجاهاً معاكساً، أي بناء التحالفات مهما كان قدر الخلاف، فهذا من شأنه أن يضعف الجبهة الإيرانية ويقوي جبهة خصومها. العامل الثاني الذي سيضعف جبهة الخمينية ويخلخل نفوذها، وفي حث بعض الدول العربية التي لا تزال تتخذ مواقف رخوة من التغلغل الإيراني وتهديده لدول المنطقة، وتعتبر صد هذا النفوذ ومحاربته يندرج تحت الصراع الطائفي، وهذا بالتأكيد تسطيح للأزمة ونقص في الوعي. لمقاومة التغلغل الإيراني يجب تنظيم حملة متقنة للتخلص من أذرعة إيران الخيرية والثقافية والتربوية والتعليمية والتأهيلية في الدول العربية والإسلامية، فهي التي تمثل الخطوط الأمامية لنفوذها السياسي والعسكري في اليمن وسوريا ولبنان والعراق، بل وفي بقية دول العربية والأفريقية والآسيوية، حتى ودول جنوب شرقي آسيا، وحتى في الدول الغربية. بعيداً عن السياسة، تعمل شركة سامسونج على وضع اللمسات الأخيرة على هاتفها الجديد جالاكسي أكس، الذي سينتهي العمل بنموذجه الأولي بحلول يونيو حزيران المقبل، على أمل طرحه في الأسواق في عام 2019. وبحسب دفتر التحميلات والتحملات، فإن العملاق الكوري الجنوبي ستصله من الشركات التي يتعامل معها قطع مطلوبة تستعمل في صناعة الهاتف الجديد بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2018، مما سيتيح إمكانية تسويق المنتوج العام الموالي. ووفق ما وردت صحيفة ليزيكو الفرنسية، فإن جالاكسي أكس لن يتوفر فقط على شاشة واحدة لينة قابلة للطي، بل على ثلاث لوحات أوليد. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.